ينضم إلينا إذن من القدس المحتلة الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي. دكتور منير مرحبا بك. خبراء أمميون يصفون الهجمات العشوائية الإسرائيلية على غزة بالعقاب الجماعي. في ميزان القانون الدولي كيف توضع الآن ممارسات إسرائيل ضد قطاع غزة وأهله والتي أدت إلى إسقاط هذا العدد الكبير جدا من الشهداء؟ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عندما يقوم جيش دولة ما بالهجوم بشكل عام وواسع بدون أي تمييز بين المقاتل وبين المدني، وعندما يستهدف المدنيين ويستهدف وسائل حياتهم مثل المياه ومثل الكهرباء ومثل الطعام ويحرمهم من هذا الطعام، فإننا نتحدث بالتأكيد عن ليس فقط عقوبة جماعية ولكن أيضا عقوبة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لا يمكن تحليل الوقائع التي تحدث أمامنا والأثر الذي وقع على السكان المدنيين في قطاع غزة المنكوب أصلا قبل هذه الأحداث إلا بأنه عمل إجرامي الهدف منه إرهاب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ولكن بالتحديد وخصوصا في قطاع غزة، ويجب أن يحاسب المجرمون على جرائمهم في المحاكم الدولية. نعم دكتور منير، يعني ربما المستجد حاليا في ربما يعني ساحة الصراع القائم اليوم بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا قطاع غزة، نرصد زيارة بلينكن اليوم إلى يعني فلسطين، من ثم زيارته إلى الأردن حيث سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. يعني ما هنا دكتور، ما المتوقع من هذه الزيارة؟ ما الذي سيحمله بلينكن ربما من رسائل وبدوره أيضا يعني رئيس السلطة الفلسطينية؟ ما المنتظر من أن أيضا يعني يحمله في جعبته لوزير الخارجية الأمريكي؟ لقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت عن دعمها غير المحدود وغير المشروط للاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط من خلال المال ولكن أيضا من خلال إرسال بوارج حربية إلى السواحل الفلسطينية والتهديد بالمساعدة المباشرة والعسكرية وإطلاق يدها في قطاع غزة. والآن يأتي وزير الخارجية، لا أعلم ما هدف هذه الزيارة وماذا سيخرج عنها، ولكن أعتقد أنه سيركز على هل تتوقع التهدئة يا دكتور؟ أرجو ذلك صراحة، أرجو ذلك، لأن التهدئة ضرورية. إن شعبنا في قطاع غزة يعاني الأمرين بسبب هذا القصف وهذا الضرب المسعور، ولكني لا أعلم إذا كانت الولايات المتحدة في هذه اللحظات تسعى إلى التهدئة. إن من يتابع الإعلام الأمريكي والكثير من الإعلام الغربي أيضا يشعر بأن الاتجاه لا يذهب نحو التهدئة، ولكن أعتقد أننا كفلسطين وكدول عربية أيضا نستطيع أن نضغط باتجاه التهدئة. لا أعتقد أن استمرار هذه الهجمة على قطاع غزة ستكون مربحة لأي طرف، وبالتالي التهدئة والعقلانية والاحتكام إلى القانون الدولي يجب أن يكون سيد الموقف، هذا ما أأمله. ولكن إذا وأنا لست محللا سياسيا عادة، ولكن إذا جاز لي أن أحلل سياسيا فإني أعتقد لا أرى بالأمريكيين الآن كمن يعمل للتهدئة. هذا ما أستطيع قراءته من الأخبار التي أسمعها عن من المصادر المختلفة، وآمل أن أكون خاطئاً.